ننتقل إلى السؤال، إلى أحيل الكلمة للسيدة هندية مرواني صاحبة السؤال رقم 392، فلتتفضل. شكرا سيدي الرئيس، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم، السيدة والسادة أعضاء الحكومة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باشرت الدولة برنامجا لعصرنة العدالة، وفي هذا الصدد قمتم ببعض الإجراءات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث مست بعض المؤسسات القضائية على غرار مجلس قضاء قسنطينة، وهران، العاصمة، محكمة عين ترك بأرزيو، ومحكمة قسنطينة. شملت هذه الإجراءات وضع وثائق واستمارات مكتوبة بخط البراي لفائدة المكفوفين والصم البكم، كما تم تكوين موظفين ليتكفلوا ويتواصلوا خصيصا مع هذه الفئة. معالي الوزير المحترم، إلى أننا من خلال تواصلنا مع ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الأنشطة التي تنظمها الجمعيات المهتمة بترقية إدماجهم والمتكفلة بمطالبهم، ما زالت الكثير من الأبواب موصدة في وجه الجامعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الامتحانات والمسابقات التي تنظمها القطاعات المختلفة، للالتحاق بمناصب عمل والاندماج المهني. وعليه معالي الوزير المحترم، أولاً، هل ثمة مخطط عمل لتعميم هذه التجربة التي طبقت على المؤسسات السالفة الذكر لتسهل من علاقة ذوي الاحتياجات الخاصة مع جهاز العدالة؟ ثانياً، هل سيتم لاحقاً إزداء تعليم أو سن قانون عضوي للسماح للجامعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في مسابقات التوظيف والتكوين على مستوى قطاعكم؟ ولكم منا جزيل الشكر. شكرا، وأحيل الكلمة مرة أخرى للسيد وزير العدل حافظ الأختام ليجيب عن هذا السؤال، فليتفضل. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس الموقر، السيدة والسادة النواب المحترمين، زميلتي السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدات والسادة ممثلي أسرة الإعلام، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقدمت السيدة مرواني هندية النائب المجلس الشعبي الوطني وهي مشكورة على ذلك بطرح سؤال شفوي يتعلق بشريحة هامة في المجتمع، ويتعلق الأمر بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي أوصى ديننا الحنيف بضرورة الاعتناء بها ومساعدتها وإلائها رعاية خاصة لتمكينها من أن تعيش حياة كريمة وطبيعية في أحضان المجتمع. كما يحظى ذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام خاص لدى السلطات العليا للدولة التي تحرص على تمتعهم بحقوقهم وسد حاجيتهم وإزالة كل العقبات والموانع الاجتماعية والبيئية التي تحول دون تفاعلهم داخل المجتمع للمساهمة بدورهم في حدود قدراتهم ومؤهلاتهم وكغيرهم من باقي شرائح المجتمع في مسعى البلاد التنموي والارتقاء به نحو الحداثة والتطور. ولقد استفسرت السيدة النائبة المحترمة في سؤالها حول ما إذا كانت وزارة العدل قد وضعت مخططا للتعميم على جميع الجهات القضائية ما تم توفيره من تسهيلات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى بعض المجالس القضائية.
كما استفسرت عما إذا كان هناك تعليم أو قانون عضوي سيتم سنه مستقبلا لتمكين حامل الشهادات الجامعية من ذات الفئة من المشاركة في المسابقات المختلفة سواء على مستوى قطاع العدالة أو القطاعات الحكومية الأخرى. والإجابة على الشطر الأول من السؤال يجدر بي أن أذكر بداية بأن الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها دوليا لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة في شتى المجالات المنصوص عليها في الصكوك والاتفاقات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة سنة 2006 وبروتوكولها الاختياري المصادق عليهما من طرف بلادنا على التوالي سنتي 2007 و2009 هي مكرسة في قوانين الجمهورية. وقد أناط الدستور حماية هذه الحقوق للدولة التي تسهر على ضمان استئثار الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة بالحقوق المعترف بها لجميع المواطنين وإدماجها في الحياة الاجتماعية دون تمييز. ومن هذا المنطلق فإن قطاع العدالة ومراعاة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في تسهيل وصولهم إلى العدالة على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين سعى إلى تهيئة الأسباب المادية والبشرية على مستوى كافة الجهات القضائية ورفع كل العقبات التي يمكن أن تحول دون تمكينهم من الاستفادة من حقهم في التقاضي أو الحصول على خدمة قضائية، وهذا من خلال اتخاذ جملة من التدابير ابتداء من تهيئة ظروف استقبالهم وما يلبي احتياجاتهم أثناء تواجدهم بالمقرات القضائية إلى حين التكفل بطلباتهم. وقد تفضلت السيدة النائبة بذكر بعض ما تم توفيره من وسائل لفائدة هذه الشريحة والمتمثلة على وجه الخصوص فيما يأتي: إنجاز ممرات خاصة بهم مهيئة وفقا للمعايير والمقاييس المعمول بها، ووضع إشارات التوجيه الخاصة بفئة الصم والبكم سواء بالنسبة للمقرات القضائية الجديدة أو تلك التي تمت إعادة تهيئتها وترميمها. 2- توفير كراسي متحركة وأعوان مؤهلين لاستقبال هذه الفئة ومساعدتهم للدخول إلى المقر القضائي. إنشاء شبابيك موحدة بالطابق الأرضي للمقرات القضائية مهيئة لاستقبال هذه الفئة ويعمل بها أمناء ضبط مؤهلين في لغة الإشارة. توسيع الأروقة المؤدية إلى قاعات الجلسات لتسهيل تنقلهم وقاعة مخصصة لهم للاستراحة. تخصيص كراسي بالصفين الآخرين من قاعات الجلسات وأعوان لمساعدتهم ومرافقتهم أثناء مغادرتهم مقر الجهة القضائية. تخصيص كراسي متحركة على مستوى قاعات التمريض بالمقرات القضائية. توفير طابعات البراي لفئة المكفوفين على مستوى الجهات القضائية وتكوين تقنيين في مجال صيانة هذه الطابعات، وغيرها من الإنجازات الأخرى التي تساعد على تواصل كل أصناف ذوي الاحتياجات الخاصة بعدالة بلادهم، كتكوين أعوان متخصصين في مجال الاستقبال والتوجيه، وكذا تكوين أمناء ضبط للتحكم في لغة الإشارة والذي بلغ عددهم حتى الآن 587 موظفاً و38 موظفا آخر متخصصا في استعمال البراي. وغني عن البيان أن الاستخدامات الإلكترونية التي وفرتها الوزارة على مستوى كل الجهات القضائية لا سيما استخراج الوثائق القضائية عن بعد تساعد بدورها خصوصا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على تجنب عناء التنقل إلى الجهات القضائية. وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد من جهة على أن ما أنجز في هذا المجال على مستوى قطاع العدالة والذي يعد حقا من الحقوق المشروعة لفائدة هذه الشريحة لا يخص جهات قضائية معينة دون غيرها كما ورد بسؤال السيدة النائبة المحترمة، بل هو معمم على جميع المقرات القضائية، وقد تم اتخاذ كل التدابير اللازمة للمحافظة على هذه المكاسب واعتمادها مستقبلا عند إنجاز مشاريع المقرات الجديدة. كما نطمح
تحقيق المزيد من التطور لفائدة هذه الفئة في إطار تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالعدالة التي تضمنها مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من قبل مجلسكم الموقر. وغني عن البيان أن مسعانا الحالي الرامي الشاملة وغني عن البيان أن مسعانا الحالي الرامي إلى الرقمنة الشاملة لنشاطات الجهات القضائية سيفيد بالدرجة الأولى ذوي الاحتياجات الخاصة. أما فيما يتعلق بالشطر الثاني من سؤالكم المتعلق بالفرص المخصصة لهذه الشريحة في مجال التوظيف والتكوين، فإن الأمر لا يحتاج إلى سن قانون جديد أو إسداء تعليمات خاصة في ظل الضمانات التي يوفرها الدستور والقانون، وأخص بالذكر هنا القانون رقم 0209 المؤرخ في 8 مايو 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، والذي ينص في المادة 24 منه على عدم جواز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار مهني يتيح الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها. يضاف إلى ذلك المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014. ضيف دقيقة لأهمية هذه الشريحة للأسف الشديد كما تفضل سيد الوزير الذي دائما تعاني. تفضل سيد الوزير. شكرا جزيلا سيد الرئيس. يضاف إلى ذلك المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بالنسب المكفولة لهذه الفئة في جميع الوظائف التي توفرها لزوما قطاعات الدولة. وخلاصة القول إن ترشح الجامعيين في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المسابقات التي تنظمها كل قطاعات الدولة يعد حقا يكفله الدستور والقانون، ولا يوجد ما يمنع أو يقيد هذا الحق عدا الشروط القانونية للمسابقات التي تطبق على جميع المترشحين دون تمييز على أساس الإعاقة، بدليل أن وزارة العدل قامت في السنوات القليلة الماضية بتوظيف عدد لا بأس به من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الأسلاك والمناصب بما في ذلك المناصب العليا، ووصل عددهم إلى ما يقارب مجموعه 222 موظفا، وهو عدد يتجاوز النسبة المحددة في المرسوم المذكور آنفا. شكرا جزيلا والسلام عليكم. شكرا شكرا سيد الوزير، وستحال إليك الكلمة في التعقيب لإضافة ما ترونه ناقصا، وأحيل الكلمة للسيدة هندية مرواني للتعقيب. تفضلي. شكرا سيد الرئيس. ما فيش يعني تعقيب، بودي فقط أن أشكر معالي وزير العدل حافظ الأختام على الإجابة الوافية والكافية والتوضيحات، يعني شكرا مرة ثانية. شكرا الكلمة مرة أخرى إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام ليتم ما لم يتمه من قبل. تفضل سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، لا أتممت مداخلتي. شكرا سيد الرئيس، وأشكر النائبة المحترمة على هذا السؤال الهام والهام جدا والشاغل لبال كثير من المواطنين حقيقة. شكرا جزيلا سيد الرئيس. شكرا 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 للسيد وزير العدل حافظ الأختام على هذه الإجابة.